مرحبا بكم في حلقة جديدة في موضوع الأكياس البلاستيكية. المغرب في السنوات الأخيرة تاخذ بإلحاح من منظمات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات مجموعة من الإجراءات العملية لخفض كمية النفايات البلاستيكية، واللي كتعتبر من أكثر النفايات سموماً ومقاومة للتفكك الطبيعي. كل البيوت المغربية كتستعمل كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، واللي مصنوعة من مواد كيماوية معقدة في تركيبتها، كيصعب تحللها في التربة وكتبقى لمئات السنين. الأكياس البلاستيكية كتمنع التغذية الطبيعية للمياه الجوفية، وكتأثر على الكائنات الحية المتواجدة وعلى النباتات، حيث أن التصاقها بهم كيمنع النمو ديالها وبالتالي تدهور خصوبة التربة. نشوفوا رأي مختص في قطاع تثمين النفايات اللي غيتكلم لنا على مستجدات الأكياس البلاستيكية. نظرا لخطورة الأكياس البلاستيكية على صحة المواطنين والبيئة، تم إصدار قانون 77/15 الذي يمنع من تصنيع أو استيراد أو بيع نوع واحد من أصل 8 الأنواع ديال الأكياس البلاستيك، وهو النوع المسمى بالميكا، المستعمل للتلفيف عند البقال والخضار وفي الأسواق الممتازة وغيرها. في حين أن هذا القانون كيقنن أنواع أخرى من الأكياس المستعملة في المجال الصناعي والفلاحي ومجالات أخرى. شنو هي الإجراءات اللي نهجتها الوزارة لتفعيل قانون منع الأكياس البلاستيكية؟ في هذا الإطار كتنظم الوزارة والشركاء ديالها حملات لجمع الأكياس البلاستيكية المستعملة بالتنسيق مع الجهات المهنية، وذلك من أجل التخلص منها بحرقها في أفران مصانع الإسمنت. كما تقوم الوزارة بتحسيس المواطنين باستعمال أكياس الورق والثوب كأكياس بديلة. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.